كيف استفاد الأهلي من المباراة الأولى في المباراة الثانية؟ كان رأي مهم جدا للصخرة الكابتن وائل جمعة، نشوف. أعتقد المباراة سيمبا كانت درس، ودرس مهم جدا استغله النهارده في مباراة فيتا، ولعب وأظهر الشخصية الحقيقية للنادي الأهلي، اللعب بشجاعة والدخول بكل قوة من بداية المباراة، فرض أسلوبه وفرض شخصيته من البداية. أول فوز للأهلي في أراضي الكونغو الديمقراطية، شوف في مسيرته من البداية فرص ولعب هجومي متميز، وزي ما قلت أهم شيء هي فرض شخصية النادي الأهلي في بداية المباراة. اللعيبة كانت عند حسن الظن، الاختيارات كلها كانت مناسبة للمباراة ولظروف المباراة ولتوقيتات التغييرات كمان، كل شيء كان مثالي. اللعيبة البدلاء اللي نزلوا حتى نفذوا المطلوب تماما في التوظيف وفي الأداء، مكان اللعيبة اللي مجهودها استنزف في بداية المباراة. فشوط وانتصار مثالي جدا جدا، ومباراة ممكن تدفع النادي الأهلي لصدارة المجموعة مرة تانية. المدرب ماشي بشكل جيد، محقق كل الأهداف اللي هو فيها، بيتعرض لظروف طبعا الإصابات، ودي ظروف مؤثرة جدا لما يغيب عنك لعيبة بقيمة علي معلول. النهاردة يعني مع الشغل الهجومي اللي بنشكر فيه ده، الدفاع لازم أشكر الدفاع النهاردة. إحصائية مباراة النهاردة 10 ركنيات لفريق فيتا ما قدرش انه يخلق فيها خطورة على النادي الاهلي، 14 تسديدة على المرمى، يعني ولا واحدة فيهم على المرمى، دليل ان الدفاع كان واقف بشكل ممتاز، ما فيش خطورة على مرمى محمد الشناوي، كلها تسديدات بعيدة، فده كله يحسب للدفاع، عمق الدفاع كان ممتاز، انما الصراحة كل اللعيبة عملت مجهود يذكر فيشكر، وعودة مرة تانية لصورة الاهلي البطل، الاهلي بطل افريقيا اللي بيدافع عن لقب. نتمنى ان المباراتين اللي فاتوا دول يكونوا درس مهم جدا لموسيماني وللعيبه، وما نرجع لهمش مره ثانيه ان شاء الله. عندما تفوز بالنتيجه والاداء تستحق كل الكلام الطيب والتفاؤل اللي سمعناه من الكابتن وائل جمعه.